وبنجدد التحية لكل مشاهدينا. موضوعنا النهاردة على الكنبة للجميلات لا يتزوجن أيضا، وانضملنا الدكتور إيهاب الدسوقي. أهلا بيك. أهلا بيك. أنت قاعد وسط رباعي نسائي. دكتور إيهاب، أنت أستاذ جامعة ومرموق ومش متجوز، واكيد كتير من اهلك وقرايبك حاولوا يوفوا رسالة الحلال وعملوا كل الحاجات في الحياه، وانت لا تراجع ولا استسلام حتى الان. ليه ولا تراجع ولا استسلام؟ هي الفكره ان الواحد بيبقى ممكن له اختيارات معينه، او بيكون عايز يتجوز على حب، والحب ما بيجيش بسهولة في الزمن ده. يعني انت عايز تقول لي كل سنين عمرك دي ما جالكش الحب اللي انت تقرر ان انت تتجوز؟ اكيد بناء عليه؟ اكيد جه قبل كده وما حصلش توفيق، وممكن يكون في موجود اليومين دول وهتجوز قريب. لكن الفكره في موضوع الحلقه بس اللي انتوا بتتكلموا عن الجمالية، يعني الحلقه دي تبقى وشها حلو عليك. اه ممكن. طب انت من شروطك ان الزوجه تبقى حلوه ولا تبقى عاديه؟ الحلاوه الاول نعرف بس مفهومها، هل الحلاوه هي حلاوه الشكل؟ لا، ده جزء من الحلاوه. كل حاجه، كل حاجه. حلاوه العقل، حلاوه الروح، حلاوه الذكاء، يعني في انواع كتيرة قوي. يعني انت ممكن تتجوزها ذكية الروح، ذكية العقل، ومش بنفس الدرجة دي في الملامح الخارجية او في الشكل؟ اكيد لو الملامح الخارجية كويسة مع الملامح الداخلية هيبقى افضل. ايوه اوكي، لكن جمعت بين الحسنين. لكن لو الخارجية مش قد كده، والله لو الحاجات التانية تغني. الحاجات التانية تغني طبعا، خاصة لو حبيتها. طيب انا عايزة اقولك ان في دراسة كنا بنقولها قبل الفاصل، ان بتقول ان المرأة الجميلة خطر على الراجل، وان المرأة بتهتم بنفسها اكتر ما بتهتم بالراجل، وان الستات اللي هم اقل جمالا هم اكثر تفانيا في رعاية الزوج، يعني بتبقى متفانية وممتثلة وعندها الامتثال قبل كل شيء، وبتبقى يعني ايدله صوابعها العشرة شمع، لانها ما عندهاش بديل تعمله غير كده عشان يرضى اذا رضي. تعوض. انت 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 تتجوزها عاديه ولا جميله؟ بصراحه شديده، يعني شايف الدراسه دي، انت تاخد واحده تفاني واستسلام، ولا تاخد واحده تبقى انت حاسس ان في ان انت مرتاح، وان في تفاهم، وان في بينكم حوار وكيمياء؟ لا بالتاكيد يبقى بينا حوار وكيمياء، هو ده الاهم. ولو في بينا تفاهم وفي بينا حب، بالتاكيد انا هتفانى ان انا اسعدها، وهي هتتفانى ان هي تسعدني. الحاجه الثانيه، بعد فتره من الجواز دايما الجمال بيبتدي يقل، بيبتدي الراجل يتعود على الجمال. ايه اللي بيفضل؟ العقليه والروح والتفاهم. ده كلام كل الرجاله يا جماعه، بس في وقت التنفيذ، في وقت بعد ما يمر السنين، هو بيروح يبص لواحده حلوه وبيبقى ضامنها هي في البيت. خليني اقول لك على دراسه عايزه رايك فيها وراي كل ضيوفنا معانا. بيقولوا ان المراه الجميله خطر على الراجل، وان الراجل بيخاف يقرب من المراه الجميله، وان هو لو قرب يبقى راجل عنده كل الثقه في نفسه وعنده مقومات مش موجوده عند الرجاله الثانيه. يعني ايه بقى المراه الجميله خطر على خطر من ناحيه ايه؟ انها تقلقه ازاي بقى؟ بتخوفه. انا عايز اقول لك مثلا، في بتخلي عينيه في وسط راسه طبعا. في يعني احد، طب ما هي لو مرأة ذكية ممكن تخلي عينيه في وسط راسه برضه. طبعا، بس هو ما بيحسبهاش كده. يعني انا عايز اقول لك، انا سمعت رأي من شخص هو يعني على قدر ما من الوسامة، ومراته يعني ما فيهاش ملامح جمال خارجية، وسالناه ليه؟ قال لك لو انا جايب عربيه مرسيدس مثلا او بي ام هخاف عليها، لكن لو انا جايب عربيه مش عارفه ايه كده، مفيش حد هيبص لها. فهي دي الفكره، ده المنطق يعني. لا، انا شايفه ان ده بيبقى يعني عدم ثقه في نفسه. انت شايفه ان خطيبك واثق في نفسه عشان انت جميله؟ يعني هي ملهاش علاقه بالجمال، ما هو بيقول لك الجمال في الاخر بينتهي. يعني الجمال لو مثلا موجود دلوقتي ما ممكن ما يبقاش موجود بكره. يتعود عليه. لكن اهم حاجه الاثنين دول بيتفاهموا مع بعض ازاي، بيتكلموا مع بعض ازاي، هيعيشوا مع بعض ازاي. ايوه ده فيما بعد، لكن انا بتكلم في الاقتراب. بيخاف يقترب من المراه الجميله؟ الست هي اللي بتخلي الراجل يقترب منها او ما يقتربش منها، بطريقتها وباسلوبها، ايا ما كانت درجه جمالها. بس هم معروفه ان الرجاله امراه واحده لا تكفي. دي احنا عارفينها. ليه الرجاله المصريين بيخافوا من المراه الحلوه؟
لا انا مش شايفه ان هم بيخافوا من المراه الحلوه، بالعكس يعني انا شايفه ان هم بيبقى عندهم يعني فضول اكتر فعلا ناحيه الست الجميله، وهي حباذه طبعا ان هي تبقى مفروض تبقى ذكيه في نفس الوقت، يعني روح وشكل وروح الاثنين مع بعض. بس هو مش هي مش خطر عليه، خطر عليه من ناحيه ايه؟ بالعكس هي فعلا عدم ثقه في النفس. لو هو فعلا بيفكر بالطريقه دي يبقى ده عدم ثقه في نفسه، هو عايز او شايف ان هو حلو قوي وعايز يفضل هو الاضواء كلها الحلو، لما اي حد يشوفه في العربيه جنبه مراته لا يبقى هو اللي يبقى جذاب مش هي. بالظبط، في رجاله بتفكر كده. دكتور ايهاب، المراه الجميله هل هي مسيطره مزعجة طلباتها كتير لكن الأقل جمالا بترضى بالقليل؟ قبل ما أجاوب عليه بس عايز أعلق على حاجة هي قالتها، لأن هي قالتها عايزة تختلف معايا. هي بتقول لو المرأة ذكية ممكن حتى لو مش حلوة هي تخلي الراجل عنيف في راسه. أنا أعتقد إن ده مش ذكاء، بالعكس المرأة المفروض تريح الراجل. هي لو عملت إن هي تخلي عنيف في راسه يعني معناها بيبتدي يشك، يعني معناها تبقى الحياة غير طبيعية، فدي بالعكس بتخلق مشاكل حتى لو وصلتش درجة الشك. دلوقتي بتقول المرأة الذكية تملك قلب الرجل أكثر من الجميلة، بس برضه الذكاء درجات وأنواع. ده بالتأكيد، بس هي المفروض كل ما تريحه هو هيريحها، لكن لما هي تخليه دايما إن هو بيفكر بيعمل مشاكل هي بتريحه، بتخلق مشاكل. هي بتريحه وهو بيروح يبص بره. لا ده مش شرط، عشان مش مريحاه، بالعكس هو بيبص بره لما هي ما تبقاش ذكيه، بمعنى ان هي ما تريحوش قوي. لا هو ولا ده بره ولا ده طبع. لا لما يجي هو نتكلم على كلمه ان الراجل اللي بره دي ما نلومش بقى نقول الست هي اللي عشان مش ذكيه او مش عشان وات ايفر. لا يعني في نوعيه من الرجاله بتبص بره علشان هي نفسها ما عندهاش الاكتفاء الذاتي، او يعني ما عندهاش الاكتفاء الذاتي اكتفاء نفسي باللي هو ممكن تبقى الست ايدلوش طوابعها ال 10 سم، لكن هو برده ممكن يبص بره. لكن ما نقولش هو يعني هو بيبقى عنده حاجه حاسس انها مش موجوده او حاجه مش مكتمله عنده. مظبوط احيانا يعني مش عايزين نعمم دايما الكلام كل حاجه، ممكن نقول بنسبه معينه في رجاله بتبقى الست زي ما بتقولي تبقى ايدالها ايد شمعه وبتعمل كل حاجه وبيبص بره، بس ده نسبه قليله. بس النسبه الاكبر بتيجي نتيجه ما شاء الله النسبه دي كده قوي. لا بالنسبه الاكبر انا بقولها الراجل والست ممكن الراجل والست ست. بمعنى ايه راجل والست ست؟ يعني الراجل له حاجات معينه لازم يعملها تجاه المراه اللي هو عايز يقترب منها، والست لها حاجات معينه لازم تعملها تجاه الراجل اللي هي عايزه تقترب منها. الست تعمل ايه؟ لو هي شافت ان الشخص اللي قدامها ده شخص مناسب لها وفعلا ممكن ان هي تبني حياتها معاه تعمل ايه؟ هتقرب منه بالطريقه اللي هو عايزها. اللي هو عايزها. والراجل يعمل ايه يا دكتور ايهاب؟ هيقرب منها هي كمان بالطريقه اللي هي عايزاها طالما هي بتعمل كده. دايما الدنيا بتبقى فيها نوع من التدابير. طب يا جماعه انا عايزه اقول ان احنا نظريات، احنا في النظريات كويس، لكن في التطبيق احنا احنا ما بنعملش نفس النظريات اللي احنا مؤمنين بيها او مصدقينها. خليني اقول لك انا في التطبيق بقى، في التطبيق حاليا في مصر نسبه الطلاق مرتفعه جدا. احد اسبابها ان في الحقيقه الست بقت متدلعه اكتر من زمان. أيوة. مش تستحمل. يعني ايه متدلعه بقى اكتر يعني من زمان؟ يعني زمان كانت الست ممكن تستحمل لو جوزها مره زعق، لو مره اتخانقوا، دلوقتي بسهوله جدا انها بتشتغل ومعتمده على نفسها، تقول طب انا استحمل ليه؟ يلا اتطلق وما عنديش اي مشكله ان انا اتطلق. فعلا مشكله كبيره، دي فعلا مشكله. وده اللي مخلي نسبه الطلاق نسبه كبيره. لا في كلام الناس. انا عايز اسالك، انت عندك ضغوط؟ يعني مثلا ممكن تبقى دينا عندها ضغوط، او اي بنت ما اتجوزتش لحد دلوقتي عندها ضغوط، هل الراجل بيبقى فيه عنده نفس الضغوط؟ بس قبل ما اسمع الاجابه خلينا نشوف راي الناس في الشارع ونرجع تاني. شايف السن اللي ممكن اقول ان البنت هنا اتاخرت في الجواز من اول قد ايه؟ 35 سنة مثلا. لا مفيش سن عنوسة، طبعا مفيش حاجة اسمها عنوسة اصلا. فوق ال 25 سنة. يعني 30 ممكن بعد ال 30 يعني. ما اعتقدش ان في سن هقول اتاخرت عن الجواز. ممكن 25 سنة. 35. البنات الجميلة الحلوة لما تيجي ما تتجوزش وتتاخر في الجواز، هل ده بسبب انه حظ ولا بسبب انها بتقعد تتشرط؟ البنت بتتشرط، بس دايما الامهات عشان بيخافوا على اولادهم من نسبه العنوسه بتقول لها تنزلي شويه. محدش بيتشرط حضرتك، ده عدل، هتتجوز وخلاص. عندنا في الصعيد كده برضه. ان انا اتشرط عادي، بس انا ما اتشرطش عشان انا كنت عايزاه. في بنات لا بيبقى اوكي حظها كويس وبيجي لها ناس كويسين، بس هي
يعني تتنك عليهم وتتشرط. في بنات ساعات بتشرط وبتبقى دي ايه دي ظروف نفسيه يعني. ما فيش بنت هتتشرط على حد لما تكون هي مش حاساه مش حباه عايزه تطفشه بمعنى صح. انت شايفه ان البنات اللي اقل جمالا حظهم وحش في الجواز مثلا؟ لا، اللي بيبقوا اقل جمالا بيبقى حظهم احلى من الحلوين. انا شايفه دلوقتي ان الجميلات دايما بيبقى حظهم قليل. هو البنت بتقرر في الاخر لما سنها يتاخر في الجواز بتقول انا هقبل اي حد وخلاص، ولا بتقول لا انا استنى واخد حد كويس؟ لا، هي بتقول هستنى، انا نصيبي هيجي لي. في بنات بتضطر انه تتجوز اي حد وخلاص، لان المجتمع بيقول ان هي خلاص عانت، فبتبقى شكلها مش حلو قدام الناس. بناتي بيقول لك مستنى ونتأنى ونختار الاختيار الصحيح. يعني انا مش شايفه ان الواحد المفروض يتجوز بس عشان يتجوز، هو يعني ممكن ما اتجوزش خالص مفيش مشكله. ونستنى ونتأنى، لكن في الأهالي وكلام الناس لا بيستنى ولا بيتأنى. وفي واحدة قالت إن البنات بتفضل حلوة وما بيجيلهاش حظ، أو البنات الحلوين ما لهمش حظ. وفي واحدة قالت يا دكتور إيهاب إن في واحدة تجيلها يجيلها كتير جدا جدا بس لأنها جميلة بتتنك. البنات الجميلات بتتنكوا عليك؟ إلى حد ما. علي أنا؟ لا أنا ما علي. شوف أول ما أقول كلا وحاشا. الفكرة ان دايما البنت الحلوة بيبقى فعلا طلباتها كتير، والمشكلة الاكتر مش هي بس، اهلها كمان. اهلها بيبقوا حاسين ان هم بنتهم حلوة فبيبتدوا يتشرطوا ويطلبوا طلبات كتير، على عكس الاقل جمالا بتبقى حاسة شوية ان هي ممكن ايه تتغاضى عن بعض الشروط. يعني انا عندي في الاقتصاد عايز الحلو بيحب. طب خلينا نكمل جملتي، بس هقول لكم جمله حلوه والله. طب هقول لكم بيشوف كلام حلو بيتنك اكتر. لا 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 لا، كلام قديم لغايه دلوقتي ده موجود. انا اعرف انا اعرف يعني موجود، لو هيبقى موجود هيبقى موجود بنسبه قليله جدا، لكن ما ينفعش ان احنا نعمم. قريب قد مش العمل. طيب ونقول بيدلعوا اختلفوا على الفرح يعملوه في نوادي من نوادي الجيش ولا في فندق وفرح الجواز عشان هي حلوه. فعلا دي حالات فرديه مش عم ماشي، بس ما نقدرش نعمم عليها. المرأة الجميلة تميل الى بتاع بالصورة اللي موجودة عندنا دلوقتي اللي هي الدراسة، عكس اللي انت بتقوله. المرأة الجميلة تميل الى بتاع. لا ما اعتقدش. ما تعتقدش؟ لا ما اعتقدش. يعني ما اعتقدش في ربط. يمكن هناك الستات غير الستات. اللي انا عايز اقوله ما فيش ربط ما بين فكرة الطاعة والجمال. لا، هي الطاعة مرتبطة بعقليتها. لو هي ذكية فبتعمل طاعة من نوع اللي هي، او هي مغلوبة على وضعها او ما عندهاش حل تاني غير انها تعمل كده. بس الراجل بيبقى عايز يشوفها ذكيه، ده برضه استثناء. يشوفها انها ده برضه استثناء بتحبه، يعني هو بيلاقي نفسه اي مبرر. لو هي بتفهم وذكائها كويس، لا هي بتبتدي بالعكس، مش طاعه، اللي هي بتريح الراجل بتخلي الحياه كويسه. لكن موضوع ان هي تبقى متمرده دي ممكن تنطبق على واحده جميله وممكن تنطبق على واحده مش جميله. احنا عندنا حاجه في الاقتصاد اسمها المخاطر، بنتكلم عن الاستثمار، مش هدخلكم قوي في الاقتصاد، بس دايما نقول العلاقه ما بين العائد والمخاطر علاقه ايه طرديه، كل ما يزيد العائد المخاطر بتزيد. انا عايزه اقول لك دي تنطبق شويه على المراه الجميله. ايوه، بس كل ما دخلنا كبير فمخاطرها برضه كبيره. كل ما دخلنا الارقام في فكره الحسابات والحاجات بين الرجاله والستات، كل ما كانت فكره فاشله جدا ولا طبعًا. ايه يا هبه؟ طبعا طبعا لان هي ملهاش علاقه بواحد زائد واحد يساوي اتنين. انا مش هتعامل مع خطيبي او مع جوزي بكده علشان انا اخد العائد بتاعه كده. ممكن هو شخصيته تبقى مش مطابقه مع اللي انا هعمله معاه، رد فعل ممكن يبقى غير كده. بس كله بيعتمد على الحب. طب بمناسبه الاوضاع الاقتصاديه والاوضاع السياسيه، ما حسيتيش في ظل الاوضاع اللي احنا فيها من بقالنا 3 سنين ان انت محتاجه دل راجل؟ قلقتي؟ لا خالص. لا خالص، يمكن عشان اتعودت، يعني بقالي مده طويله وخلاص اتعودت على ان انا لوحدي، باخد كل تصرفاتي كلها لوحدي، قراراتي كلها لوحدي، ما فيش حد معايا، يمكن بس والدتي، يمكن عشان انا معاها فهي بتشاركني بعض ساعات، لكن لا قرارات يعني بعتمد على نفسي. الوحده ما كانتش الشبح خالص في اي وقت من الاوقات خالص، حتى يعني في التقرير لما بيقولوا كلمه عانس دي انا ارفضها تماما. لا احنا عايزين لما حد بيقولها لي باخدها بضحك جدا، عايزين باخدها بضحك جدا. الكلمه دي انا رافضه ان انا اقولها خالص، عايزين نشطرها من الحياه لانها فعلا كلمه يعني مهينه وملهاش اي محل من الاعراب. دينا اتأنى واستنى عشان يجي لي الاحسن لان انا حلوه وخطابي كتير، ولا
لا انا مش هتأنى واستنى علشان انا حلوة، انا اي بنت هتتأنى وتستنى علشان يجي لها شريك الحياة المناسب، علشان يبقى فيه علاقة زوجية ناجحة، علشان يبقى فيه حياة فيها حب مودة رحمة سكينة، مش هيبقى فيه، ما يبقاش فيه ندية، ما يبقاش فيه اصل لا ده حقي، اصل ده لا حقك انتي، لا اصلك لازم تريحيني، اصلك لازم تريحي، ما يبقاش فيه ندية في التعامل. لا انا استنى واتأنى علشان الاقي الشخص اللي هيناسبني انا، هيناسب تفكيري، مش يعني اصلا عندي تو اوبشنز، يا اما استنى يا اما ادخل واستعجل في حاجه يبقى فيها ضحايا كتير قوي، انا هبقى ضحيه، هو هيبقى ضحيه، الاولاد هيبقوا ضحيه، الناس اللي حواليا هيبقوا ضحيه، طب ليه ما انا عندي اوبشن تاني ان انا استنى، واكيد اكيد اكيد برضو ربنا هيجيب لي نصيبي اللي انا عايزاه، ويكون هو كمان عايزني، يعني انا هكون عايزاه هو كمان عايزني، هو الاساس الحب والتفاهم، يعني ملهاش اي قواعد تانية الحقيقه، وملهاش وفكره يعني الدلع ومش الدلع والجميلات وبالدلع ده بجد مش موجود خالص. هو الدكتور ايهاب شايف ان هو موجود. دكتور ايهاب انا اسفه جدا وانا ما بحبش استخدم الكلمه، ولسه عيله عايزين نشفرها، بس الكلمه اللي اتقالت دلوقتي، الرجاله كمان بيعنفوا ولا رجاله مستثنى من العنوسه؟ هو في الحقيقه، بس ما تزعلوش مني، يعني احتياج البنت للراجل اكتر من احتياج الراجل. ليه بقى؟ ممكن واحده يعني ممكن راجل يقعد فتره كبيره من غير جواز ما بيبقاش عنده طب هي مشكله. ما هي قاعده اهي من غير جواز، ايه المشكله يعني؟ بيبقى عندها مشكله اكتر من الراجل. دي عنصريه جدا. حدد لنا. بالعكس الراجل بيحس بالوحده اكتر، الست بتشيل حياتها بمليون حاجه، الراجل هو اللي بيحس بالوحده اكتر. بيبنى مليون حاجه، بيشتغل، ممكن بيشتغل اكتر من حاجه، ممكن بيبقى له علاقات. طب ايه المشاكل الاكتر اللي عند الست؟ مشاكل اكتر ان هي عاطفيه اكتر، فبتبقى محتاجه دايما الدفى. هو ليه الراجل ينفي عن نفسه فكره العاطفيه وان انا عقلاني؟ لا انا ما نفتش على فكره، يعني الراجل محتاجها على فكره. هي دي ميزه ولا عيب ان هو يبقى عقلاني ومش عاطفي؟ لا لا بالعكس، دي ميزه على فكره عند الست ان هي عاطفيه، انا مش ضدها خالص. والراجل ممكن يبقى عاطفي، يبقى محتاج تتجوز، محتاج جدا ومحتاج عاطفه، بس بتكلم عن النسبه الاكبر بتبقى عندها شويه هي اكتر. طب هبه انا ارفض تماما الكلام ده طبعا. ارجوك باين قوي، واعتقد ان يعني متقاله طبعا اكيد في يعني بشكل علمي ان الراجل بيحتاج الست اكتر بكتير. طبعا الست بتعيش بعد ما الراجل بيموت ممكن من غير جواز فترات طويله، بدليل ان في راهبات لو هي على وفاء بحب، لو هي على وفاء بحب. احتياج الست للراجل يعني غير الناحيه العاطفيه هتبقى الناحيه انه مثلا يصرف على البيت، هي دلوقتي بقت بتشتغل ومتحققه جدا، فهتحتاجه في ايه؟ هو بالعكس محتاج ام، محتاج ولاد، محتاج حد يشوف له بيته، محتاج ونس، محتاج ونس طبعا اكيد. ما هو انا هم متكافئين، هم المفروض ايكوال في الناحيه العاطفيه، يعني هو محتاج عواطف وهي كمان محتاجه عواطف، عهد وعطاء. احتياجاته هو هو احتياجاته اكتر، لان طب الستات بيقولوا احتياجاته اكتر والراجل بيقول احتياجاتها هي اكتر. احتياجاتها اكتر. طيب انا عايزه اقول لك، فكرت في لحظه من اللحظات ان انت ممكن يبقى اختيار العزوبيه ده اختيار نهائي، كلام نهائي؟ لا عمري ما فكرت في كده، وما اعتقدش حد يفكر. وما حسيتش ان انت ليك وقت يعني تاريخ صلاحيه برضه؟ اكيد. لما تفكر تتجوز بصراحه شديده، عايزه دي اجابه صريحه مش تنظير. هتفكر يبقى عندها كام سنه؟ تحت ال 25 ولا ممكن توافق بفوق ال 35؟ صراحه ممكن اوافق فوق ال 35، المهم الحب. يا جماعه مش عارفه انا مش انا مش مصدقه. طب يعني انت محتاج عواطف هو اكتر؟ طبعا ما حد. طب انت اللي بتقول. انا بقول النسبه الاكبر، الراجل يقدر. يا جماعه هو ده بتاعك، ما حدش هيغلبه ويقعد يقول لي النسب والحاجات، وانا ماليش في الارقام خالص. عاطفتها وتفكيرها في الراجل بيكون اكتر. يعني اقول لك حاجه، الرجاله لما بيقعدوا مع بعض جزء كبير قوي يتكلموا عن الستات، وجزء الاكبر عن السياسه، عن الكوره، عن حاجات كتير. انا من معلوماتي وانتوا دلوقتي بقى لهم في السياسه مع بعض وفي كلامهم مع الرجاله اكتر بكتير. لا 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 فعلا بروح رياضيه ولا هتكتئب اكتر وتفضل تدور على واحده في الدنيا فيها؟ ايوه عشان تثبت لنفسك لا ان انا مطلوب. دايما التوافق لازم يكون في كل حاجه بما فيها الست. راجل مالوش فتره صلاحيه؟ ايه يبقى الست ليها فتره صلاحيه؟ لا المرأة ليس لها عي، المرأة مدى الحياة. لا الاثنين زي فيها أمومة، فالأمومة فياضة مدى الحياة. والراجل عنده أبوة وفياضة مدى الحياة. لا لا مش للدرجة. الاثنين زي بعض. طبعا.
غير طيب ما هي تاب ترد على القصه دي؟ لا انا شايفه لا طبعا ممكن الست تعيش من غير راجل طبعا طبعا وبمنتهى السهوله كمان. انا عايزه طب انا عايزه ناخد شويه نسمع صوت هبه. عايزه اقول لكم ان هبه مطربه صوت جامد جدا. هي عشان بدات مطربه اغنيه حلوه بقى يعني عشان تحرك المشاعر. طيب اوكي هنهديها لمحمد الاغنيه دي لازم طبعا يزعل قوي. على عيش الحب ترى وطير يا حمام على عيش الحب الحب قل الاحلام انا جايه اوام على عيش الحب الحب وخطيب حبيبي معايا بشويش بيه ورؤيايا وخطيب حبيبي معايا بشويش بيه ورؤيايا عارفين سكتنا سوا تير تير وحنوصل بيتنا سوا عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. الله ربنا على حب الحب. يا رب تكون حياتك مع محمد كده على طول يا رب. ويا رب هي النية أهم حاجة، بس الواحد يبقى نيته كويسة، ما يبقاش داخل علاقة لمجرد انه عايز حاجة معينة من الشخص ده. ما بقاش انا داخلة مثلا علشان انا عايزة مثلا جمال الشخص ده او عايزة حاجة مثلا معينة وخلاص خدتها الموضوع بقى هدي. بس النوايا النية الصح النية الصالحة النية الصحيحة. ما هي تاب كلمة ما فيش جواز من غير حب. ما زلت هفضل اقول ما فيش جواز لكن من غير في حب من غير جواز. في حب من غير جواز. لا مفيش جواز من غير حب ومفيش حب حقيقي من غير جواز. يعني هختلف معاك شويه في دي دكتور ايهاب. الحب الحقيقي هو نهايته بتبقى دايما الجواز، والسعادة في الجواز. في عندنا تجربة حب حقيقي وما انتهتش بالجواز. ده استثنى، لكن في النهاية السعادة عشان يبقوا الزوجين سعداء في الحقيقة كل ما يبقى بينهم حب كبير كل ما هيعيشوا في سعادة. الحب والسعادة وجه عملة يمكن، ولكن في موضوعنا النهاردة سوق الحلاوة واضح ان هو ما جبرش، وظل الحيطة وظل الوحدة ساعات بيكون احسن وافضل بكتير من ظل راجل ملوش ظل او ملوش لازمة او زي قلته. كلمة عانس ما بتخوفش الجميلات دلوقت خالص، ولا بتغير مزاجهم ولا بتغير افكارهم ولا بتخليهم يتراجعوا. مش بالجواز وحده يكتمل الانسان، وده شعار بنات كتير على حزب الكنبه قادرين يقولوا لا لسن ال 30 وال 40 وال 50 كمان. الجمال ثقه بالنفس وثقه بالعقل وثقه بالمستقبل. يجي الفارس راكب حصان الهوى والاحلام او ما يجيش، احيانا امراه وحيده تساوي حياه افضل. بكره لينا معاكم لقاء، نستناكم على الكنبه في حزب الكنبه. شكرا، الى اللقاء.